أهم يا بابا أهم. النهاردة أول مرة أحس إن أنا ضابط شرطة بجد، واتنقلت من مركز المعلومات ومسكنا قضية كبيرة قوي، لو ربنا وفقنا فيها إن شاء الله هيبقى فيها ترقية. بسم الله ما شاء الله. عارفة يا سارة، قبل ما تيجي كنت قاعد مع الحاجة بقول لها يا حاجة فاكرة زمان لما أنا كان نفسي يجيني ولد عشان يطلع ضابط ويركب نجمة أول ما يتخرج؟ مش زي أنا كده بدأت نفر وفضلت طول عمري في الخدمة وفي الآخر طلعت صول على المعاش. ربنا ما قسمش بالنجمة ولا قسم بالولد، بس ربنا قسم لي بيك أنت يا سارة. حققت لي كل أحلامي وطلعت بنت بمية راجل. ما أنا تربيتك برضو يا حضرة الصول، ربنا ما يحرمني منك أبدا يا بابا. إيه ده؟ القهوة بردت، يظهر إن أمك مش هتشربها. أقوم أنا أنام. تصبح على خير يا حضرة الصول. أنت من أهلي. هتفضل حابس نفسك وعامل زي العيل الغضبان؟ بنت انتي ابعد عني، السعادة احسن لك. يوه، عشان اللي حصل ده كله من تحت راسك اصلا. صدق انا الغلطانة ان انا بسأل عليك، خليك قاعد كده لوحدك متلقح. غوري في مصيبة، مش عايز حد يسأل عليا. حمارة حمارة. مساء الخير. مساء النور. شفت بقى، لو كنت قلت لي اسمك امبارح كنت هفضل فاكره لحد النهارده. متأكدة؟ اه طبعا، والدليل ان انا افتكرت مكان العربيه وافتكرت شكلك كمان. والله برافو عليكي، رغم اللي انت كنت فيه امبارح لانك لسه فاكره كل حاجه. على فكره انا عاده ما بشربش. ما اللي كنت فيه امبارح ده ايه؟ كان بروفا على السكر مثلا؟ لا، اللي حصل امبارح ده تقدر تقول عليه ظروف صعبه اللي وصلتني لكده. وعلى فكره انا زعلت من نفسي جدا وقلت ان انا مش هاجي المكان ده تاني، لولا ان انا يعني فكرت اجي ادور عليك عشان اشكرك على اللي انت عملته معايا. عشان روحتك البيت بدل ما تباتي في الشارع؟ لا، عشان انقذتني من العيال اللي كانوا عايزين يتهجموا عليا. فمش حضرتك اللي انقذتني ولا حد تاني؟ اه بس يكون في علمك انا مش هبقى موجود كل مره تذكري فيها عشان انقذك. يعني انت المره الجايه لو شفتني كده هتعمل نفسك مش واخد بالك؟ لا، انا عموما ما بحبش اتدخل في شؤون غيري، خصوصا لما اكون ما اعرفوش. طب احنا ممكن نتعرف عشان نكسر الحواجز بيننا ونبقاش غرب؟ لا معلش، خليها مره تانية. اه ده الواضح ان انت مالكش نفس تتكلم خالص النهارده. على العموم انا اسفه جدا ان انا تقلت عليك امبارح، واسفه ان انا جيت النهارده وتقلت عليك اكتر. ميرسي على اللي حضرتك عملته معايا. مع السلامه. فتح زدان. كرم عبد الفتاح محمد. اسمك حلو ومميز. ميرسي. تشربي ايه؟ اي حاجة خفيفة بقى. جو أمرني يا برنس. هتلاقي كوكتيل فواكه. فواكه؟ ما قلتليش بقى ايه سبب الدهولة بتاعت امبارح؟ يا عم بقى ليه تفتح المواضيع دي دلوقتي؟ ملوش لازمة النكد. يعني لو كان ينفع تقول يا ريت اعرف. انت مصمم يعني تعرف ظروف المدهولة؟ ستة دينا بندردش. صحيح، على ما اخلص الكوكتيل. ايه
الله يسلمك. جيت بدري يعني النهارده؟ اه عندي شويه ورق كده لازم اقراه، قلت اجيبه اقراه هنا في البيت على رواقه احسن. قضيه جديده؟ مقربه قوي، مش عارف الاقي لها سكه لحد دلوقتي. طول عمرك شطور، ياما في قضايا كتير قوي كانت صعبه وقدرت توصل لحل فيها. فيها يا نورهان؟ مالك؟ ها؟ أنا؟ إيه مالي؟ أنا اللي بسأل، فيكي حاجة؟ آه في حاجة. حاجة إيه؟ بص يا طارق، إحنا من يوم ما اتجوزنا متفقين إن أنا مش هخبي عليك أي حاجة. في الحقيقة هو في حاجة حصلت وأنت ما تعرفهاش. إيه اللي حصل؟ أنا كلمت حنان النهاردة وقلت لها تاخد ميعاد من الدكتور، وعدينا على سهى في المدرسة وخدناها ورحنا. الدكتور النفساني اللي كنت كلمتك عنه. ليه يا نورهان؟ احنا مش اتكلمنا في الكلام ده وقلت لك ما تعمليش كده؟ مش قلت لك ان اللي عند سهى ده ازمه وهتعدي؟ مش محتاجه تشوف لا دكتور نفساني ولا زفت. طارق اللي ايده في الميه مثل اللي ايده في النار. انا شايفه بنتي بتضيع من بين ايديا. ما كانش قدامي حل تاني غير اني اعمل كده. كان غصب عني صدق. والدكتور بقى يا ترى لقى حل؟ قدر يخفف سهى؟ الدكتور طالب بيشوفك. يشوفنا انا ليه ان شاء الله؟ يعني ياخد منك شويه معلومات عن سهى، يتكلم معاك. اه عشان كده جيتي تقولي لي انك رحت له. لو ما كانش طلب يشوفني ما كنتيش هتقولي لي. طب على فكره بقى، انا اللي عايز اقابله ولا اشوفه ولا اتكلم معاه. ليه لحد بس يا طارق؟ فكر في مصلحه سهى يا اخي. وهي مصلحه سهى ان انت تجرجريها عن دكاتره المجانين دول؟ الدكاتره النفسيين دول انا بشتغل معاهم وعارفهم كويس قوي، يجننوا العقل. تنقص بعد كده تخشي بقى في السحر والشعوذه، تروحي تعملي لها عمل، تدقي لها زار، تفتحي لها المندل. طارق انت بتقول ايه؟ انت عارف كويس قوي ان انا ولا جاهله ولا بامن بالكلام اللي انت قلته ده. بس انا ام واقفه متكتفه وشايفه بنتي بتضيع من بين ايديا وانا مش قادره اعمل لها اي حاجه. ارجوك يا طارق، أرجوك يا طارق ما تنشفش راسك ولازم تيجي تقابل الدكتور. أنا قلت لك الكلام ده قبل كده. اللي أنتِ بتعمليه ده غلط. أنا مصلحة سهى تهمني أكتر من أي حد. لكن اللي بتعمليه ده هيجننها، هيضيعها مننا. على فكرة اللي اسمها حنان دي من هنا ورايح أنا عايزك ما تعرفيهاش، ما تطلبيهاش ولا تكلميها تاني. طارق أنت بتقول إيه؟ أنت عارف حنان دي تبقى إيه؟ دي زميلة عمري. أنا ما أعرفش غيرها. ماليش صاحبة غيرها، دي كانت زميلة دراسة، زميلة حياة، زميلة عمر. دي معايا من ايام المدرسه،